السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائي المشاهدين، أرجو من الله أن تكونوا جميعا في أتم الصحة وعافية. لو بتشوفوا القناة لأول مرة ما تنسوش الاشتراك في القناة، وده عن طريق الضغط على زر الاشتراك الأحمر، بعد كده علشان توصلكم الحلقات والوصفات بعد نزولها مباشرة فعلوا علامة الجرس. لو عجبكم الحلقة دعما للقناة اعملوا لايك أسفل الفيديو. لو حبيت تفيدوا غيركم اعملوا شير للحلقة علشان الكل يستفيد. النهارده هقدم لحضراتكم طريقة سهلة جدا وبسيطة لتخسيس الجسم بشكل رائع جدا وبمكون بسيط ورائع جدا جدا. المكون دوت هو عصير الليمون. عصير الليمون له فوائد كتيرة جدا ومميزة. كل اللي هعمله في الطريقة ديت ان انا اجيب حبتين من الليمون وهعصرهم في الخلاط وهبدأ بعد كده اصفي الخليط وبالتالي يبقى عندي عصير الليمون. وهبدأ ان انا اقدمه في الوصفة، يبقى عندي هستخدم في الوصفة دي فنجان من عصير الليمون او نص كوباية من عصير الليمون. هبدأ ان انا احط عصير الليمون وبعد كده اجيب المية الفاترة وهبدأ ان انا ازود المية على عصير الليمون وهبدأ ان انا احرك المكونات وبالتالي يبقى عندي كده المشروب جاهز. ممكن نعمل المشروب ده بطريقة تانية، ان احنا نجيب المية ونبدأ نغليها على النار وبعد كده نرفع المية من على النار وبعد كده نحط عليها شرايح الليمون. هنجيب قطعتين حبتين من الليمون نقطعهم شرايح ونحطهم على الميه المغليه وبعد كده نسيبهم فتره كافيه يتنقعوا مع بعض لمده نص ساعه تقريبا. فممكن نعمله بالطريقه طريقه شرايح الليمون، وممكن نعمله بطريقه ان احنا نعصر الليمون بمفرده وبعد كده ايه نضيفه على الميه الفتره. ان شاء الله الطريقتين كويسين جدا. هنشرب المشروب مرة واحدة على الريق بعد ما نصحى من النوم وقبل الأكل بمدة ربع ساعة على الأقل نشرب المشروب دوت. ممكن نزود كمان مرة إن إحنا ممكن نيجي قبل النوم ونشربه قبل النوم مباشرة ونشرب نفس المشروب كمان مرة. المشروب دوت رائع جدا يا جماعة لأنه هو بيعمل على تسريع عملية حرق الدهون المتراكمة في منطقة البطن والأرداف، وده علشان بيحتوي على نسبة عالية من فيتامين سي وفيتامين جيم. بيكبح الشهية وبالتالي بيملأ المعدة وبيعطيها شعور بالشبع، بيحد من الإمساك وبيعالج اضطرابات المعدة وحالات عسر الهضم، بيخلص الجسم من السموم والفضلات. فنصيحة من خبراء التغذية، أي حد محتاج إن هو يتخلص من الوزن الزايد عليه بشرب الماء مع الليمون لأنه هو رائع جدا وله فعالية مميزة ورائعة جدا. من فوائده العامة ان هو بيقوي جهاز المناعة لجسم الانسان وده علشان بيحتوي على مواد مضادة للاكسدة، بيقوم بعمل تنظيف للكلى ومنع تشكل الحصوات الكلوية، بيحمي الجسم من الاصابة بالامراض الخبيثة وده لان هو بيحمي الجسم من ظهور الخلايا اللي هي الجذور الحرة اللي ممكن يعني تكون سبب في الاصابة بالامراض السرطانية. بيعمل على السيطرة على الدوخة والغثيان، بيضبط مستوى ضغط الدم بدرجة جميلة جدا، بيحسن المزاج والحالة النفسية لأنه هو طبعا بيعتبر مهدئ للأعصاب فبيقلل من الإجهاد العقلي، بيعالج مشاكل الجهاز التنفسي والربو، بيقوم بخفض الحرارة للجسم وده علشان دوره في زيادة عملية التعرق، بينقي الدم وبيعالج امراض الكوليرا والملاريا، كمان بيحد من التوتر والغضب وبيرطب الفم وبالتالي بيخلي الفم له رائحه جيده جدا وخصوصا للمدخنين. فنصيحه ذهبيه من خبراء التغذيه يا جماعه، عصير الليمون لا غنى عنه يوميا، داوموا على المشروب ان شاء الله هتتخلصوا من الدهون المتراكمه في الجسم وتحصلوا على المزيد من الفوائد العامه لصحتكم. فحافظوا على صحتكم، عصير الليمون رائع جدا يا جماعه. اسفين على الاطاله، نشكركم على حسن المتابعه، دمتم في امان الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.